الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم أرفعنا لنا مترا كن فيكن هيك مترا أرفعنا لنا مترا فيكن حكا مترا هر شيء به ذكر ترا لا إله إلا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات غرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحدب إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تعتقون هل أتى حديث غير إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلاما قوم منكرون فراغ إلى أبيه فجاء بذكر سمين فقربه إليهم قال لا تحزنون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشره بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرتها فقصفت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا ما كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيدي
وإنا لموسول والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون صبروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من الرزق ولا أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا بيومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم صدق الله وصدق الرسول آمنت بالله العلي العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت والشمس بالحرمة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم النبي ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مع هذه العصرية نور.